شكرا للزميلة عليا المنصوري، مركز الأخبار، اللي قدمت لنا أهم الأخبار المحلية من صحيفة الخليج. مشاهدينا، طبعا فقرات صباح الشارقة مستمرة، وصلنا معاكم إلى فقرة أخرى من هذه الفقرات المميزة، والهندسة هي نظام وفن ومهنة تطبق النظريات العلمية لتصميم وتطوير وتحليل الحلول التقنية. وفي عصرنا الحالي تتعدد فروع الهندسة، كما توجد أيضا العديد من التخصصات ذات المجالات المتداخلة أو المشتقة من التخصصات الرئيسية. خلونا مشاهدينا معاكم نتعرف أكثر حول هذا الموضوع. يسعدنا أن نرحب معكم بضيفتنا في استوديو صباح الشارقة الدكتورة ولاء الشحي، مهندسة كهربائية. يا هلا ويا مرحبا بك دكتورة، حياك الله معنا. حبيبتي صباح الخير وصباح السعادة صباح الحب في هذا المكان الجميل، وتجمعنا الشارقة من جديد. حياك الله، يسعد صباحك. يا هلا ويا مرحبا بك مرة ثانية دكتورة. الهندسة لها كثير من الأفرع، اليوم حابين معاك نسلط الضوء على الهندسة الكهربائية. ما هي هذه الهندسة أو هذا التخصص؟ طبعا المفهوم العام عن الهندسة الكهربائية شيء اللي يخص أي شيء يخص في مجال الكهرباء، أي شيء يرتبط في مجال الكهرباء، في من توليد الكهرباء اللي هو في اللي هو تخصص الطاقة أو نقول الباور، يعني إنجينيرينج، المجال اللي يخص الآي تي، المجال اللي يخص النتوركينج، المجال اللي يخص الشبكات، المجال اللي يخص عالم اللي هو مثل ما نقول الطاقة المختلفة عن اللي هي الشبكات الخاصة بتوليد الطاقة. ومجالات كثيرة جدا وأفرع كثيرة تأتي تحت، وبعد مجال الاتصالات هي تحت اللي هي الهندسة الكهربائية المفهوم العام، تخصصات عديدة جدا هي تحتها. وطبعا اللي هي بعد تخصص الإلكترونيكس اللي هي الإلكترونيات الخاصة بالمجال الكهرباء، وطلع بعد في تخصص جديد اللي هو المايكرو إلكترونيكس اللي داخل بعد فيه في الأجهزة الحديثة اللي احنا نستخدمها. يعني أتوقع دكتورة أنه يعني مجال الهندسة فرع من فروع الهندسة بشكل عام، تشمل الهندسة الكهربائية والهندسة الكهرومغناطيسية والعديد من المجالات الأخرى. نتحدث عن شغفك لهذه المهنة، كيف أصبحت مهندسة كهربائية؟ القصة جدا يعني رائعة. أول شيء بالنسبة لي مثل لما كنا صغار كان الهدف الرئيسي أنك تكونين طبيبة. ودائما كنت أقولهم أبا أكون طبيبة أعصاب، فيعني وايد تخصص بالكهرباء يعني هو هالمعتقد أنه وصل لي. لما وصلنا المجال الجامعة والتخصصات وهذا، يعني لما دخلت فعلا هناك وشفت التخصصات اكثر، حسيت ان الطب اني ما بكون في نفس المتعه اللي بكون فيها في الهندسه. مجال الهندسه مجال متجدد دائما، اما الطب حسيت اني صح ان الطبيب لازم يعني يواكب كل شيء حديث ويواكب يعني تعرفين الاشياء التقنيات الجديده اللي صحيح. في مجاله بس مجال الهندسه شفت انه لا يوجد طبيب يدخل غرفة العمليات بدون ما يحتاج المهندس اللي بيهندس لغرفة العمليات نفسها. وما في تخصص في بناء انك تبنين بناء بالنسبة للمهندس المعماري الا لما الكهرباء يبدع له اياه بالإضاءة يمدد له اياه بالطاقة والطاقة الاحتياطية والاتصالات وهاي الأمور. فوجدت ان مجال الهندسة كأنه فعلا أعصاب الهندسة الكهربائية بالذات، هي العصب النابض في كل التخصصات. أنا ما أعلن لتخصصي، لكن لأن فعلا شغفي في هذا التخصص خلاني أحس هذا الشيء. ومن هنا فعلا قررت أني أنا بتخصص الهندسة الكهربائية. دكتورة ولا أعتقد أنك جاوبتي على سؤال كان خاطر في بالي، شو اللي يميز هذه الهندسة عن باقي التخصصات؟ لكن أحب أتكلم شوي عن التحديات علشان الواحد ينجز ويؤدي ويوصل للهدف اللي هو يبا. أعتقد لابد أن يواجه كثير من نقول صعوبات نقول تحديات. شو التحديات اللي ممكن أن يواجهها أي شخص حاب أنه يدرس أو يدخل في هذا المجال؟ التحدي الأول هو بيكون تحدي ذاتي، يعني أنا أبدأ فيها يمكن قبل ما كنت عندي هالمفهوم أو أني كنت أقدر أحط إيدي عليه. التحدي هو التحدي الذاتي، هل فعلا هذا التخصص هو التخصص اللي أنت ترغب فيه؟ هل فعلا هذا التخصص اللي تجد فيه نفسك؟ البعض ممكن يدخل في هذا التخصص بس عقب ما يجد نفسه فيه، لكن سبحان الله أنا وجدت في هذا التخصص فتح لي أبواب ثانية، فتح لي مجالات ثانية، وعطاني تسهيل لدراسات أكثر وأكثر في من أنك مهندسة كهربائية. يعني حسيت أني أنا عنصر موجود في كل التخصصات الثانية، فبالعكس وهذا شخصيتي أني أنا ما أحب الشيء الروتيني، فبالعكس مجال الهندسة الكهربائية كان مجال متنوع بحد ذاته. حلو. فهذا اللي خلاك أنت تتنوعين في الدراسة، تتنوعين في الدراسة اللي هي المنقول التخصصية فيه.
الشيء الثاني من التحديات طبعا تطلعين اكثر اللي هو اول مجتمع انت فيه اللي هو المجتمع العائلي، العائلة نفسها. لما أنت كنت تقولين طبيبة كان الموضوع جدا سلس بالنسبة لأذن أنه يسمع مثلا أهلك أن تكونين طبيبة. صحيح. إحنا عارفين وين الطبيبة وعارفين شو تسوي الطبيبة ومجال الطبيبة كيف يعني. صحيح. لكن لما تين تقولين أنا بكون مهندسة، مهندسة تتوسع الرؤية هني، مهندسة يعني بتطلعين مواقع للعمل خارجية. صحيح. بتختلطين في الجنس الآخر. طبعا في السابق اختلاطنا كان مش بالموضوع السهل أو المتقبل عند بالذات آبائنا وأخواننا الكبار، يعني كان بالنسبة لهم لا أنت يعني طلعتي خارج العادات والتقاليد، فهذا كان من التحديات الكبيرة. يعني أبوي الله يرحمه أنا أتذكر هذا من أجمل التحديات أنا أعتبرها، أني أول ما قلت أنا بتخصص هندسة كهربائية يعني كان جدا معترض أني أنا بتخصص هندسة أساسا. ففي أول سنة كانت هي السنة التحضيرية لنا والحمد لله يعني تجاوزها بتفوق جدا عالي. فلما كنا نروح عشان طبعا احنا كنا ندرس في جامعة الإمارات، أنا خريجة جامعة الإمارات العربية المتحدة العين، فكنا نروح من إمارتنا للعين في الباصات اللي بتوفرها لنا الدولة وتسهل لنا هاي العملية. فأبوي لما كانوا يسألونه في البداية بنتك شو تخصصها، فكان يقولهم يعني كان يقولها بشوية يعني ما يبغى يقولها إنه يعني مو بأنه من قلبه يعني هي هو يعني مستانس إني أنا بتخصص يعني في الجامعة، لكن إن نقطة إنه يقول مهندسة. فلما قال كلمة مهندسة من أصدقائه شاف ردة الفعل كيف إنه بنتك بتصير مهندسة من هذاك اليوم، وتبدل أبوي 180 درجة إنه فعلا حس إنه من بعض زملائه لما أصدقاء إنه كيف يعني تخصص الهندسة صعب وإنه يعتمد عليه وإن بنتك يعني كفو عليها إنه خضت هالتخصص وها مو بأي تخصص حد ياخذه. أكيد استانس من قلب الله يرحمه منها. الله يرحمه. هيج كانت النقلة في حياتي، لأن لما يكون أبوك وأمك راضين عنك في شيء أنت تبينه يعني شيء جميل. هذا يعني التشجيع بحد ذاته يعطيك حافز أنك أنت تكملين. فها كانت انطلاقة لي داخلية أنه كيف أبوي يشوفني. وبعدين طبعا المجتمع يعني هاي كانت التحدي الأخير إحنا نقدر نقول عنه. صحيح. وأكيد دكتورة ولاء يعني هذا التخصص تحديدا يعني والأكثر تعقيدا ما شاء الله منه يعني الصعوبة، أي شخص يدرس هذا التخصص خصوصا يعني هذا التخصص هو عبارة عن مكمل لباقي التخصصات في مجال الهندسة. نتحدث عن الفرق بين الهندسة الإلكترونيات وهندسة الكهرباء. أتوقع أن هندسة الإلكترونيات مختصة في الإلكترونيات. نعم. تهتم بالأمور نظام الكهرباء أو ذات المقاييس الجهد المنخفض، التيار المنخفض كما درسنا يعني أيام الدراسة. نعم. وأتوقع بعد أيضا هندسة الكهرباء ذات الجهد العالي متخصصين بالكهرباء. نعم. نتحدث حول مهام مجالك. اللي احنا مثل ما قلت في البداية الهندسة الكهربائية كان المسمى العام الهندسة الإلكتريكال إنجينيرينج، هاي المظلة الكبيرة. نعم. الفرق من بينهم هي هاي المظلة اللي تحمل تحتها مثل ما انت قلتي تخصصات اللي هي الطاقة أو توليد الكهرباء، الباور، التيار المنخفض، هذا التيار العالي، الجهد العالي، الإلكترونيكس اللي تعتمد على التيارات المنخفضة. يدخل فيها الاي تي، يدخل فيها عندك الكوميونيكيشن الاتصالات، يدخل فيها العديد من التخصصات. الإشارة الإشارة هذا بارت في تخصصات ثانية يعني للكنترول أكثر شيء من الاي تي والكنترولينج، لأن في بعد تخصص اللي هو الكنترول إنجينيرينج يعني خاص به. فأنت عندك في تخصصي أنا أساسا لما تخصصت في الجامعة بعد ما أخذنا كل هذا كل هاي التخصصات إحنا مرينا عليها. نعم. تخصص الأخير اللي أخذناه اتصالات، يعني كان أكثر شيء يخص الاتصالات في مجال الاتصالات. أما كيف أنت عملتي بتخصصك؟ فبالعكس أنا عملت في كل هاي التخصصات ما شاء الله. يعني في البداية يعني كان في عملي الأول كنت مختصة بعملية اللي هم تقدرين تقولين المسمى بالإنجليزي الانفنتوري انجينير، الخاص بعملية اللي هو المتخصصين في المخازن الخاصة بالأجهزة الكهربائية. نعم. لهذا المشروع أو هذا العمل. نعم. فكان يمر علينا أجهزة الكبيرة، أجهزة الموتر، أجهزة التربين، هاي الأجهزة اللي جدا كبيرة، الجنريترز اللي هي مولدات الطاقة. خبرة. نعم. ما شاء الله. وتدخل عندك بعد الأجهزة الثانية الإلكترونيكس اللي هي الأجهزة الشيب الصغيرة اللي تستخدم في الأجهزة الكبيرة. وبعدين انتقلت لمرحلة ثانية البروجكت إنجينير. هني البروجكت إنجينير أنت يعني المهندس مشاريع مختص للمشاريع، فهني تدخلين على نظام
دراسة المشروع بشكل كامل، يعني كيف المشروع من الطاقة اللي هو محتاجنها، اللي هي الباور كونسبشن اللي محتاجنها المشروع، الاحتياطي اللي محتاجنها، توزيع الطاقة على حسب احتياجات الأجزاء المبنى نفسه، الإضاءة اللي بتكون في المبنى، من وين بيكون مثلا الطاقة بناخذها، دراسة اللي هي غرفة اللي احنا نسميها الديتا سنتر للمعلومات الخاصة بالآي تي، الأجهزة اللي موجودة فيه. فهني استوى الموضوع أشمل وأكبر عشان يكون التواصل كامل مع المشروع بشكل كامل. وهذا ما زلنا طبعا في نفس العمل عليه، يعني طبعا بشكل دكتورة أكبر. ولا يعني المهندس الكهرباء يكون ملم بكثير والعديد من التخصصات، الإلكترونيات صحيح، الطاقة، الاتصالات وغيرها من المجالات اللي ذكرتيها. صحيح التكييف، صحيح أن نظام التكييف نفسه يدخل في نظام الطاقة، فتتعلمين يعني هذا أنا ما أخذته قبل صح. في الجامعة بس تعلمته في مجال عملي. الديتا سنتر اللي هي غرفة المعلومات الخاصة بالآي تي والسيرفرات اللي موجودة فيها، هذا ما كان في تخصصي بس تعلمته في مجال عملي ومجال المشاريع ودخلت فيه وخذت فيه كورسات إن زادت هذا. أنا بقول لك مقولة كنت دائما أقولها، يعني أقولها لزميلاتي أيام الجامعة وأنا فخورة جدا بهاي الجملة. جميل. كنت أقول لهم المهندس الكهربائي مثل الزئبق، وين ما تحطه يتشكل على شاكلة المكان اللي هو فيه. بتحطه انجينير بيشتغل انجينير، بتحطه فني بيشتغل فني، بتحطه مدير لمشروع وإداري شامل. بالضبط هو شامل. بالضبط. أنا أحب أسلط الضوء على الأدوات والبرامج، يعني بنتكلم عن الهندسة الكهربائية فعلى طول يخطر في بالنا مجموعة من الأجهزة. صحيح. من المعدات، شو هي أهم المعدات والأدوات والأجهزة وكذلك البرامج اللي ممكن يستخدمها المهندس الكهربائي في مجاله؟ طبعا في العديد من البرامج اللي تستخدم للمهندسين الكهربائيين بالخاصة اللي هي للتصميم نفسه. في برنامج يكون شامل طبعا لهذا اللي هو الأوتوكاد، يستخدمه طبعا المهندسين المعماريين، في بارت منه يقدر يدخل عليه بعد اللي هو الرسومات الخاصة بمثلا غرف الكهرباء اللي تكون موجودة والتصميم. وفي برامج أخرى طبعا تستخدم بس متخصصة لتصميم التصميم الكهربائي لغرف الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية في المباني. نعم. هاي لها بعد يعني مهندسين مختصين لها، يعني احنا ممكن نعرف نقراها، نقرا الرسومات بس ما نكون متخصصين في الرسومات نفسها ان احنا نرسمها أو نسويها. الأجهزة اللي نستخدمها طبعا الحين كل ما يينا الأجهزة هاي تتطور، يعني قبل كانت مجرد أجهزة أنت تاخذينها ولاس اللي هي قياسات فرق الجهد وقياسات التيار الكهربائي. هاي الأجهزة موجودة لينا الحين اللي هي نستخدمها مانيوال، لكن استوت بعد متطورة أكثر أنك أنت تكونين في سنسرات نحطها مثلا أجهزة استشعار نضعها في أماكن معينة في التوصيلات الكهربائية وهي تنزل لنا قراءات على برامج طبعا تكون أتمتة كاملة للسيستم وتقرأ لنا إياها بشكل متواصل في المباني أو في المشاريع الكبيرة. يعني لازم المهندس يواكب التطور، يواكب أكيد التكنولوجيا. أكيد يعني إحنا مثلا في برنامج اللي هو BMS اللي هو البرنامج اللي هو Building Management System، هذا برنامج كامل يشتغل على هي اللي هي مثل ما قلنا أجهزة الاستشعار اللي يعني نركبها في أماكن متعددة لقراءات وكنترول هاي المباني أو كنترول هاي الأجهزة الموجودة من مصاعد، من أجهزة تكييف، من تهوية، من إضاءة، وتتركب وتأخذ لنا هاي القراءات. هذا السيستم نفسه كل فترة يكون عليه أبديت جديد، يعني قبل كان مجرد أن غرفة عمليات وتحكم يوجد فيها أشخاص ياسين يعني يقرون هاي القراءات، طبعا يرفع التقرير لنا احنا كمهندسين إذا في أي شيء يعني مو طبيعي يعني ويحتاج أن احنا نتدخل فيه. الحين السوء على الموبايل يوصلك مسج من الجهاز إذا في شيء يعني ألارم كبير يعني أو شيء مشكلة كبيرة. نعم دكتورة، ولا بنتحدث عن جانب آخر وهو يعني يشمل تخصص أو هذا المجال تحديدا، أتوقع أن تخوض المرأة كافة التحديات في هذا المجال وأيضا تقتحم كافة المجالات في المهنة وخصوصا في وقتنا الراهن. يعني هناك أيضا نماذج مشرفة يعني قدموا هذا النجاح بنماذج مبهرة
أمام دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي وعلى المستوى أيضا الإقليمي. نماذج مشرفة نحن شهدناها. لو نتحدث عن دور تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودور والدور الكبير للقادة يعني خصوصا في تعزيز مساهمة المرأة في التنمية، وكذلك أيضا كيف أنجزت خلال فترة وجيزة وأثبتت وجودها ويعني وضعت بصمتها في هذا المجال. طبعا الدور القيادي ما كان من اليوم. احنا يعني ابونا زايد الله يرحمه هو الاساس، يعني هو اللي اسس دستور كيف تمكن المراه في الدوله، وكيف شجع على تعليم المراه، كيف وضع الجامعات الخاصه بالمراه، كيف كان الله يرحمه يصير لبيت بيت على اساس يشجع الاهالي ويدخل فيهم مفهوم ان كيف ان التعليم سيعزز مكانه المراه في هذا المجتمع. وكانت هذه هي رؤيته الاستشرافيه المستقبليه لدور وتمكين المراه. صحيح. وكان الخلف الصالح يعني القاده يعني جزاهم الله خير اكملوا المسير، فعلا اكملوا المسير بوضع هذه البصمات واستكمال المسير. وفعلا احنا نقدر نقولها هني المراه اثبتت دورها وأثبتت وجودها رغم المسؤوليات اللي عليها. صحيح. رغم أن البعض له وجهة نظر أخرى في دور المرأة كأم وكمربية، هي أم ومربية وهي صانعة لمستحيل. صحيح. نظره الآخرين في هذا المجتمع. وفعلا وصلت، وعشان شي كان دور القادة أن وجدوا الثقة في هذه المرأة ووضعوا فيها الثقة أن تكون هي صورة الدولة في أماكن وفي محافل دولية كبيرة ويعتمد عليها أن تكون وزيرة ومسؤولة عن أشياء معينة في الدولة استراتيجية كبيرة يعني تعمل عليها المرأة ورئاسة أماكن جدا ذات أهمية في الشكل الإقليمي مثل ما ذكرتي. صح. فدور المرأة وتمكين المرأة نحن هني نعتبر من أوائل الدول وممكن من الدول رقم واحد مثل أكيد. ما اعتدنا أن إحنا نكون في الصادرة وفي الأمام. ومثل ما نشوف اليوم يعني لما أي واحد ويقول إحنا كلنا نشوف مثلا نساء في هذا المكان ونساء في هذا المكان، بالعكس هذا مفروض نرفع القبعة لكل هذه يعني لهن يعني هؤلاء النساء، يعني فعلا نرفع لهم إياه لأنهم أثبتوا أنهم جديرات بهذا المكان رغم المسؤوليات الأخرى اللي عليها. البعض قد يعتقد أن المرأة إن لا هي تركت مجال ووضعت نفسها في مجال آخر، لا عزيزي بالعكس، اللي جالسة قدامكم أم ومهندسة ودكتورة وتحمل يعني العديد من المسؤوليات على كاهلها ولله الحمد لله. أبنائها نفسهم ما يحسون يعني أنهم يعني قد فقدوا هذا، لأن أنا دائما أقول أن الموضوع العمل والوقت ويا أبنائنا مش بالساعات بل به نوعية الوقت اللي احنا نقضيه وياهم. صحيح. فهذا هو دورنا كتمكين. دكتورة ولاء قبل ما نختم الفقرة معاك نبا منك كلمة أو نصيحة توجهينها للمبتدئين في مجال الهندسة الكهربائية. نعم. النصيحة اللي بوجهها مو فقط للنساء أو الفتيات بل أوجهها للمجتمع بأكمله وأقولهم كونوا أنتم، يعني كن أنت. نعم. وابحث عن هدفك بكل حرية، حتى إذا دخلت مجال الهندسة الكهربائية وما وجدت نفسك فيه فاعلم أنك أخذت يعني كم من الخبرة الكبيرة اللي تعطيك المجال أن تفتح لك مجال لمجالات أخرى كثيرة. أنا ما أسوق للهندسة الكهربائية لكن أقولكم الهندسة الكهربائية عصب نابض في جميع التخصصات. يعطيك الصحة والعافية دكتورة ولاء، شاكري لك تواجدك معنا في استديو صباح الشارقة. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للدكتورة ولاء الشيحي مهندسة كهربائية على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة والمفيدة. شو رأيكم مشاهدينا ننتقل الحين إلى سوق الجبيل مع زميل سلطان الشامسي، اليوم نتعرف مع سلطان على أنواع الأسماك وأسعارها المختلفة. خلينا ننتقل في هذه اللحظات عند سلطان ونعود.